بيفتقد رأس الحرب الصريح. نعم. لو جينا على خط الهجوم بنجد الجزولنوح يمكن هو لاعب صغير السن، ما عنده الخبرة الكافية بتاعت انه يحرز اهداف طوال وبمستوى متواصل. فنجد رمضان عجب برضه بيلعب على اطراف الملعب اكثر مما هو بيلعب على راس الحربه. فالمريخ يمكن يفتقد راس حربه صريح، راس حربه يكون محطه في التحضير والاستلام والشوتين وحسم المباريات. والجزولي طبعا لاعب صغير ولاعب قادم بقوه في المواسم القادمه، ممكن يقدم لنا مستوى كويس ويكون من اللاعبين المميزين في كشف المريخ. طيب هذا في سؤال بيطرح نفسه، رمضان عجب بهذا اللاعب الذي كان يوم من الايام يعني لاعب ايقونه، ويعني لكن فجاه مستواه بقى محير جدا جدا يا رمضان، ماشي في تراجع مريب جدا جدا. هل تاثيرات استدعاءه للمنتخب ورفضه المسؤول لامر الجهاز الفني المنتخب اثر، ممكن اثر في هذا؟ اما ما الذي يحدث في رمضان عجب؟ نعم والله رمضان عجب، يمكن العمر، تاثير العمر له دور كبير على لاعب الكوره، يعني في العد التنازلي للمستوى بتاع اللاعب مهما صعدت من مستوى. بعد ما تعديت ال 30 بعد ذاك انت بدنيا ما راح تكون جاهز زي ما انت في عمر ال 25 في عمر ال 23 وال 24، فبيبدا لك العد التنازلي في النقص في اللياقه البدنيه. ولو ما قدرت اتمرنت وضغطت على نفسك ما راح تقدر تثبت على مستوى واحد. يمكن خلافاته مع ناس المنتخب في استدعائه وما استدعائه يمكن برضه هي اثرت شويه كده على مستوى الكابتن رمضان عجب. بالتاكيد.